فوزي رجع صار له شي. اتصلي بالاسعاف بسرعة. ماشي لا تقرب منه. هات لا اتصل فيه. الله يخليك لا تحكي هيك، مو وقت هالحكي هلا. انا كتير مشتقت لك، بتعرف هالشي؟ والله بعرف يا حبيبتي بعرف. ما بتعذب حالك ولا بتتصل فيه؟ بالوقت اللي انا محتاجة فيه لأسمع صوتك تركتني لحالي هون. عم تحكي وكأنك ما بتعرفي قديشني مشغول هلا، المشاكل لفوق راسي، عم حاول حل الورطة اللي فوتونا فيها اولادكم. وهلا دخل على الخط خطيبة للبنت كمان. بتصدقي طول النهار وانا عم اركض من هون لهون، ما معي وقت لحتى حك راسي. شكلنا ما رح نخلص منها بسهولة، انا كتير خايفة. عم حاول جهدي اني انهي القصة. بسرعة مشاني أنا ما فيني أعيش بلاك، خاصة بهالفترة الصعبة هي. موعد طيارتي قرب. إمتى موعد طيارتك؟ ماشي يا روحي، بكرة بشوفك. يلا مع السلامة، أنا كتير بحبك. وأنا كمان، أنا كمان بحبك.